بدأت أعمل مشروع نفسي في 2007، بدأت برأس مال حوالي 10,000 جنيه. كان بالبداية بتاعتنا إحنا أنتجنا برمجيات، وبعدين جينا في معرض كتاب كنا بنسوق برمجيات تعليم أطفال فرنساوي وإنجليزي، كنا بنبيع أركت، بنحط أركت في البرنامج كهدية. ففوجئنا وإحنا بنشغلين بالبرنامج إن الهدية كانت بتتباع أكتر من البرنامج نفسه، اللي هو إزاي نركب طيارة خشب، حاجات تنمية مهارات الأطفال. ففكرت ان احنا ننتج المنتج ده، كنت بشتريه والمستورد اللي احنا كنا بنشتري منه كان بيستورده من الصين. فانا فكرت ان احنا ننتج المنتجات دي ونحطها مع المنتج بتاعنا، يبقى برمجيات وتنميه مهارات الاطفال بالخشب. اتجهت للصندوق وقدمت طلب للقرض، والحمد لله ادوني قرض في الاول حوالي 20,000. طبعا كنت بشتري من الخارج، يعني كنت بنتج شغلي من الخارج، وكنت يعني جوه مصر يعني، بس كانت ناس هي اللي بتنتجه لي، وكنت بقى بنزل بيه المعارض وسواق. ففكرت ان انا الحمد لله سديت القرض الاولاني هو 20,000. اتجهت برضه للصندوق تاني وخدت قرض بحوالي 40,000 وشريت مكنه. بدات انتج الشغل لحسابي انا، والتصميمات تبقى لحسابي ما تروحش بره. انتجت حوالي 10 تصميمات. السنه اللي بعديها في 2008 بقوا 11 تصميم، في 2010 بقوا 20. اشتريت سديت طبعا القرض ال 40,000، جبت مكنه تانية وثالثه. دلوقتي عندي اكتر من حوالي 400 تصميم ما بين اشكال هندسيه واشكال تعليميه للاطفال وبراويز وتابلوهات. والسنه دي احنا الحمد لله اتجهنا لانتاج فوانيس رمضان. طبعا ده عمل معانا الحمد لله شغل كويس جدا، بعد قرار وزير التجارة والصناعة بمنع استيراد الحاجات الخاصة بالتراث المصري. وردنا في كل الأماكن، في الهايبرات والسوبر ماركتات والمعارض. بالنسبة للتسهيلات اللي الصندوق قدمها لي فرقت معايا جدا، لأن لما اجي بخش اقابل مورد او موزع ليا لازم يتعامل مع شخص معروف، لازم يكون لي سجل تجاري وبطاقه ضريبيه ورخصه. الرخصه دي لما بقت معايا مع السجل التجاري وبطاقه ضريبيه فتحت لي مجالات كتير ان انا اخش اماكن كانت مغلقه. في بعض الموردين وبعض الموزعين ليا ما كانوش بيحبوا يتعاملوا مع افراد مجهولين، عنده منتج كويس وكل حاجه بس مش معروف مكانه، ما عندوش سجل تجاري، ما عندوش وضعه مش مقنن. فالورق ده والاوراق دي ساعدتني ان انا ادخل اماكن وامضي عقود مع شركات كتيره، وديت اورط والحمد لله بدات اصدر. دلوقتي صدرنا سلطنه عمان والسعوديه وفلسطين وليبيا وودينا السودان. جهازنا بيساعد الشباب ويوجههم سواء في معارض داخليه او معارض خارجيه، بيخلي الشاب اللي هو اصلا بيدور على الوظيفه مش موجود عنده الوظيفه يبتدي يفكر ان هو يعمل مشروع لنفسه. لو عمل مشروع لنفسه لو اتجه للجهاز، الجهاز هيقدر يموله، هيقدر يوفر له مكان لعرض المنتج بتاعه، هيقدر يسوقه له. لو محتاج خبره، محتاج اي عوامل تسويقيه او اي حاجه تفيده في انتاج الشغل، الجهاز هيقدر يساعده طبعا على طول، زي ما الجهاز برضو ساعدني.